احنا وجهنا الاطفاء وسيارات الاسعاف وتوجيه قائد الشرطه للمكان، وتم السيطره على الحريق، وتبين انه لاحقا انه المنزل متعرض لحريق. لحد اللحظه ما نعرف شو سببه. في 7 اطفال توفوا. تم اخبار رفت العمليات في تمام الساعه 10 تقريبا عن وجود حريق بشارع الملك فيصل، اقرب مركز الخانجي تم توجيهه باتجاه مكان الحادث. نتيجه الحريق واشتعال الحريق طوروا منزل سكني انهيار السقف. السقف عبارة عن سقف مستعار، احترق انه استشهد 7 اطفال.